طلاب كي جي اليوم سيتقاعدون بعد 56 عاماً من الآن. نحن نريد إعداد هؤلاء الطلاب لمستقبلهم وليس لماضينا، لأننا نعد الطلاب للعمل في الوظائف التي لم تنشأ بعد. ومن أجل تحضير طلابنا للمنافسة العالمية، نعمل على غرس قيم التنافس مع الآخرين والتعاون بينهم، فهذه أكثر الصفات التي تطلبها الشركات الكبرى في موظفيها. أهلاً بكم في أكاديمية بريليانس، أكبر مجموعة مدارس في الإسكندرية وواحدة من أكبر المدارس في مصر، والتي تأسست في عام 2002 ميلادية عندما تم إنشاء أول مدرسة. ثم أخذت الأكاديمية في التوسع، ونتيجة لهذا التوسع المستمر فقد أصبحت أكاديمية بريليانس الآن تضم آلاف الطلاب وأكثر من 1000 معلم وموظف. رسالة أكاديمية بريليانس هي خلق أفراد متميزين على أعلى مستوى من جودة التعليم والمهارات والمبادئ والأخلاقيات، ونحن نسعى لتحقيق ذلك من خلال غرس قيم بريليانس داخل العاملين والطلاب لخلق بيئة متناغمة للعمل وللتعلم. وقد تأسست أكاديمية بريليانس على اعتقاد أن الأخلاقيات والمبادئ الجيدة تقود إلى حياة ناجحة، وفي يوم ما ستكون لدينا الفرصة لنكون نقطة مضيئة تخرج إلى الواقع مواطنين عالميين ولكنهم لا يتنازلون عن هويتهم المصرية والشرقية. وتحقيقاً لهذه الرسالة، فإن مجموعة المدارس قد تم تجهيزها بالبنية التحتية والإمكانيات الحديثة من ملاعب متنوعة ومسارح ومعامل على أعلى مستوى، والتي تساعدنا على اكتشاف المهارات والقدرات والمواهب الخاصة بأبنائنا في المجالات التعليمية والرياضية والفنية والعلمية وغيرها. ولذلك فإن طلاب أكاديمية بريليانس دائماً ما يحققون مراكز متقدمة، سواء في الاختبارات أو المسابقات الرياضية أو الفنية أو المنافسات العلمية. في أكاديمية بريليانس نحن نعي ضرورة تشجيع طلابنا على التجربة والابتكار، وذلك من خلال توفير أحدث التكنولوجيات العالمية داخل الفصول باستخدام أجهزة العرض المختلفة لتوفير تعليم تفاعلي ممتع ومفيد للطلاب. ولإيماننا بأن المعلم هو أساس العملية التعليمية والتربوية، فإن المعلمين في أكاديمية بريليانس يتم اختيارهم بعناية ليقوموا بدورهم التربوي كقدوة للطلاب، بجانب تقديم المحتوى العلمي بشكل سهل وشيق يراعي الفروق الفردية لكل طالب على حدة. ولدعم الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، فقد تم تغطية المدارس بالكامل بشبكة إنترنت فائقة الجودة لتلبي كافة متطلبات العملية التعليمية. كل ذلك وأكثر تقدمه أكاديمية بريليانس لطلابها لتخرج إلى المجتمع مواطناً عالمياً بهوية ثقافية وتربوية مصرية وشرقية.